السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. قبل فترة سويت إعلان لصندوق ريت فخم اللي هو تابع البنك الإنما، صندوق الحرمين في مكة، وكان صندوق جبارة حقيقة، وكنت المعلن الوحيد وحقق نجاح كبير، مو بسبب إعلاني، بسبب أن الصندوق يستاهل، يعني عائد 8% وعلى توسعة الحرم ما أدري كيف. الشاهد كانوا بيبون 6 مليار و100، فجاهم 13.5 مليار. الأمر اللي خلى صناديق كثيرة بدأت تتصل علي، دخلت بعالم الصناديق مع أنه إلى الآن ما أعلنت ولا صندوق، وكانوا يعطون أرقام كبيرة للإعلان، وكنت الحقيقة أنا يعني أفهم شوي بالعقار وولد سوق، فمنصدم من اللي قاعد يصير بالصناديق. وكان مستشاري في هذه الصناديق 3 أشخاص، الرجل الأول في عالم الريت والصناديق هيثم الغنام، ورجل الأعمال رجل أعمال عبد الله غماس أبو تركي، والمحلل الاقتصادي عبد الله الربدي. ولكن فجعت الحقيقة بعض الصناديق اللي طرحت، لذلك اليوم موضوعي عن هذه الصناديق، فاللي مهتم بالاقتصاد يتابع، واللي مو مهتم يعطيني سكيب منه. وطلبت من المحلل الاقتصادي عبد الله الربدي جزاه الله خير مشكورا انه يمرن بالمكتب ونحلل هذه الظاهرة اللي كل أسبوع في صندوق، وش السالفة وين رايحين، وش الصندوق الزين وش الصندوق اللي ممكن أحذر منه. بعد شوي إن شاء الله حيكون على مائدة هذا السناب. شكرا لكم. إيش هذا الموضوع؟ يعلم الله أنه قد يأثر على إعلاناتي ويأثر على علاقتي مع بعض التجار والصناديق، ولكن هو يعني حفاظا على أموال هالناس، لأني تقل أشم ريحة المساهمات الأولى اللي توها قوبل الناس بدأت ترجع شوي، ولكن بطريقة مختلفة. شكرا لك يا خال، الخال عبد الله الربدي محلل اقتصادي، شكرا لك وعلى تواضعك وعلى كرامك إنك قبلت هالدعوة، جزاك الله خير. الله يحييك أبو سلمان، وشرف لي والله إني أكون معك في سناب. جزاك الله خير، وإن شاء الله إن الله ينفع في هالكلام. آمين إن شاء الله. بس نمسك أكثر عمليين، لأنكم أنتم اقتصاديين تحبون لغة الأرقام، فأنا بروح هناك بطاولة الاجتماعات. تفضل. يلا حي خالي، يلا حي، تفضل خال. اليوم كل أسبوع نسمع عن صندوق، نسمع عن عقارات تدخلت في هذا الصندوق، نسمع صناديق بأسماء مختلفة. كيف أعرف وش الصندوق اللي أقدر أدخل فيه والصندوق اللي تحاش عنه؟ شوف، أول شيء اليوم صناديق الريت اللي هي صناديق العقارية المتداولة، أول شيء هي صناديق طبعا تعتبر منتجات استثمارية مرة ممتازة، وتجمع افضل ما بالعقار وافضل ما بالاسهم، بمعنى انه يعني عندك عقارات تدر دخل وتعطيك العائد من العقارات وانت ما يحتاج انك تدفع قيمه العقار كامل، وتعطيك افضل ما بالاسهم انك تقدر تبيعها يعني بالسوق، يعني تقدر تسيلها بسهوله. هذه ميزه الصناديق العقاريه المتداوله. لذلك احنا شفنا المنتج هذا منتشر اليوم، وطرحت عديد كثير من الشركات هذه الصناديق، والى الان في صناديق تدخل في الخط واكتتابات على عده مستويات. لكن المشكلة الآن اللي عندنا صارت أنه اليوم وضع العقار شوي مهتز، وهذا أدى إلى أنه يكون عندنا يعني محاولة لفلترة اللي قاعد يصير في السوق. طيب، اللي صار الآن اللي إحنا لاحظنا، وهذا يعني نبهت عليه وعلى أساس كذا المقابلة اليوم، أنه في لدينا الآن منتجات صناديق أعتقد وبرأيي الشخصي أنه لابد أن يكون فيها مراجعة، يعني انه نرى انه الطريقه اللي ادخلت الاصول العقاريه في هذه الصناديق قد لا تكون هي الانسب وفي مصلحه المساهمين او مصلحه ملاك الوحدات. فلذلك اليوم احنا نشوف، اعطى مثال، يعني عندنا اليوم احد الصناديق اليوم لديه يعني تمركز في قطاع واحد، وبيجمع اكثر من 1 مليار ريال على عقارين فقط 2، وكلها في قطاع واحد وكلها من مالك واحد. إذا هذا بحد ذاته خطورة عالية. طيب إذا كان عقار يسوى، وين المشكلة؟ المشكلة عندنا إنه هذه العقارات بطريقة تقييمها الآن ما أعتقد أنها يعني تناسب يعني اللي صاير في السوق، أو تعكس قيمة الحقيقية لهذه العقارات، بمعنى إنه العقار اليوم شلون طريقة تقييمه؟ إنه عن طريق بالأساس عن طريق الدخل، يعني كل ما ارتفع الدخل اللي هو الإيجار، كلما ارتفع قيمة الإيجار اللي يدخل
الأصل يرتفع بسبب ارتفاع قيمة الإيجار. معنى اليوم إذا أنا باخذ المبنى هذا إذا كان إيجاره 100 مليون أنا بدفع فيه مثلا مليار، إذا كان قيمة الإيجارات 50 مليون أنا بدفع فيه 500 مليون. آه طيب، أنا بقول لكم بالشعبي يقول المحلل عبد الله الربدي إنه يجي صاحب العقار ويستاجر العقار حقه بمبلغ مرتفع مرة لمدة 5 سنوات عشان يصير تقييمه عالي ويدخله الصندوق، ولكن هو بالأصل ما يؤجر بهالسعر. وضح هذا كذا بالشعبي. أسلم بالمختصر. أسلم. فإذا هو الآن يش تفقون للأسف إنه يتفق العقاري مثلا مع صاحب مدير الصندوق إنه أنا برفع قيمة الإيجار اللي بلتزم فيه أنا زين مثلا من 10 مليون الى 50 مليون على اساس انه يرتفع التقييم حق العقار. طبعا في ناس تقول وش المشكله ما دام ملتزم؟ المشكله صح، ما دام بيدفع الاجار كل سنه بدخل بالصندوق واخذ الاجار. بالضبط، الالتزام المشكله يقول لك انا اوقع معك عقد 15 سنه لكن وش الملزمه؟ 5 سنوات فقط. بعد ال5 سنوات انا استطيع ان الغي الاتفاق هذا ويطلع منه وانا ابلش بالصندوق. طبيعي يطلع ولا حد يقدر يقول شيء. شيء طبيعي. فلذلك المشكلة إذا أنا ضخمت قيمة الإيجار أنا من الطبيعي بستنتج أنه بعد 5 سنوات أنه راح يتم تخفيض قيمة الإيجار. أصلاً إذا أنت يعني ضخمت قيمة الإيجار ضخمت قيمة الأصل فأدفع أنا قيمة أعلى. صح. هذا عكس طبيعة العقود، أن المفروض أنا إذا اشتريت عمارة المفروض أني أقاتل عشان أخفض قيمتها مو أني أرفع قيمتها. للأسف الآن بعض الصناديق تدار ترفع، للأسف بعض الصناديق ومدراء الصناديق رفعوا قيمة هذه الأصول العقارية عن طريق رفع الإيجار اللي يلتزم فيه. والناس يغافلكم والله، شوف الإيجار عالي يبي يدخل. للأسف الناس ما تنتبه لهذه النقاط، ولكن هذا اللي صاير للأسف بالسوق اليوم من بعض الصناديق. عشان بس ما نظلم الجميع، ترى بعض الصناديق عملت العكس تماما، سعت أن تخفض الإيجار عشان تخفض قيمة العقار. أيوة. وعلى سبيل المثال يعني لابد نشيد بالمحسن، شركة جدوى عندهم الآن أظن عقار صندوق اسمه جدوى السعودية. جدوى السعودية اشتغل على إنه يخفض الإيجارات عشان يخفض قيمة العقار عكس ما تسويه بعض الصناديق. طبعا عشان ما تفهمون هذا الآن ترى صندوق جدوى مقفل لو كان مبطي يعني. أظنه قفل أمس أو شيء زي كذا. أي يعني مقفل الآن يعني ما يمكن تدخل به، عشان كذا ما نقول لكم عشان ما تفهمون انه اعلان يعني. اي لكن كان في ميزه انا تمنيت انه كل مدراء صناديق صراحه. وش الميزه؟ الميزه انه سعى الى تخفيض قيمه الايجارات لانه يدري ان هذا بيخفض قيمه الاصل العقاري اللي بيشتريه. يعني هو راح لقى عماره ب 100 مليون مأجر ب 10 مليون قال لا ب 7 مليون ادخلها بالصندوق. ايوه قال احسبها لي ب 9 مليون والمليون هذا خذه انت يا المؤجر، لكن انا بحسب لك قيمه الاصل العقاري على انه ياجر ب 9 مليون بحيث انه ما يختلف معه بالقدام. ايوه ما يختلف معاه قدام، واذا انخفضت الايجارات يكون هو حامي نفسه بهذه الطريقه. طيب هذه احد مشاكل الصندوق عبد الله، وش المشاكل الثانيه؟ كذلك لازم ننتبه احنا لنقطه ثانيه، انه لابد اي مدير اي مستثمر بيدخل في اي صندوق لازم يشوف من هو المستاجر اللي في هذه الاصول العقاريه اللي هو للاسف بيدفع ويمول قيمتها. يعني لا يصلح اني انا اليوم اشري عقار ابو سلمان وانا ادري ان المستاجر ضعيف الملاءه، ما هو قادر يستمر زين، او انه النشاط حقه ما يقدر. يعني للاسف واحد من الصناديق بيشتري فندق، الفندق هذا في 2016 خسران، واللي قبلها يلا يغطي تكاليفه، هو يدخل على الصندوق يجمع المساهمين ودخل على الصندوق ويجمع القروش وباي باي، ودخل على الصندوق بقيمه عاليه والزم المستاجر 5 سنوات فقط. هنا في مشكلة. هي طبعا هذه العملية نظامية طبعا هم سووها وهذا اللي مطبق، ما حد يقدر يقول لا. أنا عليك أتوقع الإشكال بالمقيمين العقاريين عندنا المعتمدين. نعم عندنا مشكلة في ضعف جودة المقيمين العقاريين، وهذه لازم تنتبه، وهذه مشكلة لازم تنتبه لها هيئة سوق المال، إنه المقيمين العقاريين هل هم بالجودة المطلوبة؟ وهل هو مخترق أو لا؟ قد يكون مخترق، قد يكون هو عقاري بعد من مصلحته، يعني ما هذا ما يمنع، لكن هذه تساؤلات احنا نحتاجها إلى إجابة. فاليوم والدليل إنه في مشكلة اليوم، ليش كل صناديق الريت أغلبها اليوم داخل تحت 10؟ ليش؟ هذا السوق دائما هو على. لازم نهاية سوق المال أنا أشوف وش المشكلة اللي عندي، لازم أعيد تصميم العملية اللي قاعدة تصير في التقييم هذه الصناديق.
أنا أقترح على هيئة سوق المال على الصواب، السوق على صواب. إذا السوق يرى أنه هذه الصناديق لازم تنزل تحت العشرة، نزلها تحت العشرة. طيب هذا معناه أنه عندي مشكلة لازم أوقف أنا. إنها تضع أي صندوق بيطرح للاكتتاب أنه تضع عليه اللي هو يسمونه البوك بيلدينج أو بناء الأوامر. وشو بناء الأوامر؟ بناء الأوامر هذا اللي هو يجون المستثمرين اللي هم المؤسسين أو اللي يعني مؤهلين، اللي هم طبعا ليس أفراد، زين، هم يجون يقيمون هذا الصندوق. شلون يقيمون هذا الصندوق؟ يشوفون كل أصل عقاري ويشوفون المستأجر ويشوفون هل هو يستاهل ولا لا. تقييم ثالث يعني مع المقيم العقاري، زين، يدخل هذا كطرف ثالث ويقيم، زي ما يصير الآن في السهم. السهم إذا جاء صار فيه اكتتاب يسوون له نفس الطريقة هذه. ماذا لهذا اللي يمنع؟ إذا أنت خليتهم يدخلون صدقني ما راح تشوف اكتتابات تنزل بالطريقة هذه. في اكتتاب صار قبل فترة يعني مو قريب، واحد جاب ناس مستأجرين وعطاهم أول سنة مجانا، مقابل ثاني سنة حط رقم كبير بحيث أنه بس يقنع الناس بالصندوق أنه مؤجر بهالسعر، وهم بالأصل أخذينه مجانا أول سنة. للأسف القصص واجد والله يا أبو سلمان، وأتمنى من هيئة سوق المال أنها تعمل الآن جاهدة قبل ما تصير كارثة، قبل ما تصير في كارثة بالسوق بسبب يعني بعض، وأنا أشدد بعض الصناديق وليست كلها. للأمانة ترى كثير من الصناديق العقارية الموجودة اليوم جيدة، يعني لا أحد يفهم أننا نحن نسب، لا، هذه جيدة، لكن بعض الصناديق لو كان واحد أو اثنين راح يشوهون سمعة الباقي للأسف. صحيح، في ناس تشتغل بأمانة وتشتغل بضمير، وفي ناس للأسف يعني خانهم. ولا أتوقع أن هناك بيت محترف مثل بيت هيئة سوق المال، لذلك لو يدخلون اثنين بسهم، يدخلون اثنين بسهم قبل الظهر بجيبتهم وعارفتن ألعيب ومعارفتن على كذا، فتوقع الاحترافية هذه تبي تطال الصناديق. وحنا نقدم اقتراحات يعني، ومثل ما قال الخال أنه نسبة الصناديق الردية قليلة جدا مقابل الصناديق الجيدة، ولكن الردية الواحد بيشوه كل الباقي. أكيد أكيد، زي ما تفضلت أبو سلمان، هاي سوق المال أنا متأكد أنها تعالج الوضع، راح تعالج الوضع إن شاء الله. وزي ما ذكرت أنا لا أتكلم على كل الصناديق، الصناديق كثير منها جيد، يا ناس تراها جيد لا أحد يفهمها غلط، لكن فيه ملاحظات على كم صندوق، ملاحظات هي فقط، أنه يستوجب من هيئة سوق المال أن تعالجها وتستدرك اللي قد يكون فيه خطأ أو ثغرات في التقييم. وأنا هذا في نظري. إيش أساس المقابلة؟ أساس المقابلة أنه في عقار عارفه أنا وعرض بمبلغ 140 مليون وساموه ناس 110 مليون، هذا كله واقف عليه أنا، أتفاجأ أنه داخل الصندوق ب 240 مليون. فهذا أساس المقابلة، انغبنت فعلا، انغبنت الناس اللي داخلين، عجائز كبار سن ورثة ما أدري ويش، ما يدرون حقيقة بعض الصناديق المتخاذلة. لكن أنا خلف حامتك صب قهوتك. تسلم أبو سلمان. آخر شيء طبعا يعني أنصح الناس أنه طبعا قبل أي كتب أي صندوق سواء عقاري ولا غيره، إذا كان عقاري لابد أن يشوف من المستأجرين حالة العقار، إذا كان يقدر يصل أنه يعرف وش وضع العقار يقدر يعرف أزين. شلون يا خال حن هذا أنا مقدم للناس، شلون أعرف أن الصندوق ذا زين ولا مبسي؟ زي ما قلت لك لابد أن يشوفه بنفسه، يعني هذه عقارات، هذه أصول، زين، لابد أنك تبحث، ما في شيء بالسهل ترى، الاستثمار هذا هو صعب، فلذلك لابد أنك تبحث وتشوف العقار وتشوف من الشركة اللي استأجرت، طيب من المستأجر هل يقدر ولا ما يقدر. فالمعلومات هذه كلها منشورة ترى في نشرة الإصدار موجودة، بس ما حد يقرأ. أوكي، ما حد يقرأ، صح. فأنا نصيحتي أنهم يقرون ويتعلمون ويحاول أنه يفهم وش اللي صاير فيه. في ناس ترى على فكرة عارفة، وفي ناس انتبهت للأمور هذه، وفي ناس للأسف أكثرها ما تدري. كم سناب محل اقتصادي عبد الله الربدي، وجزاك الله خير مرة أخرى، وكرر شكري، والله يوفقك ويجزاك خير. آمين. قريت مقالك أنا عن هيئة سوق المال، وهم يستاهلون حقيقة احترافية وعمل. صحيح. وآمل أنكم تقبلون نقدي هذا ونقد المحلل عبد الله. الربدي بصدر رحب، وحنا سلاح من أسلحكم وتحت الخدمة. شكرا لكم، وإن شاء الله في تغطية أخرى اقتصادية إن شاء الله. الله يحفظك. الله يحفظك. هلا والله.